حامل بشكل واضح بود معالي المستشار تركي آل الشيخ تبي تقلل من أي إنجاز له. يا أخوي يا فهد كلامي واضح، ما حد ينكر المجهود اللي قاعد يبذله المستشار، ولا حد ينكر الدور اللي قاعد يقوم فيه، ونشكره عليه ومو مقصر ورايته بيضة وبيض الله وجهه، ورغم انه مريض لكن متابع كل صغيرة وكبيرة، لكن احنا قاعد نرد على اللي يقول ما عندنا اعطونا رجال نفس تركي آل الشيخ. هذا كلام ينقال حق ديرتك يا فهد، هذا كلام ينقال حق رجال عندك بالكويت؟ ما يصير يا فهد، انت ما ترضى عندنا رجال وعندنا اشخاص قادرين ان يعملون نفس انجازات تركي آل الشيخ واكثر. شنو العيب في الكلام يا فهد؟ عيبنا يا فهد الترفيع شوي، الترفيع يعني ربعنا يرفعون عندنا وعندنا وعندنا وعندنا، وين اللي عندنا ذبحتوه؟ عندنا لو عندنا عندك ناس هني حفار كل واحد مع شغله حق الثاني، لا عندنا عندنا ذبحتوه، عندك لو عندك لعبت مباريات لا عندنا 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 قالوا لك اياهم، وانا اقول لك اياهم بالاسماء وعطهم الفرصه، ما اعطيت الفرصه عاد هذا مو تحمل، ما في يعني الحين ما في، لا الحين ما في تعطي عط الريال قول له يبا تعال يا ابي، انا اكلمك عن الشخص اللي يعمل في هالاجواء، لا في ونعم فيهم اللي ما يعمل بالاجواء، لكن سالفه والله عندنا وعند ما عندك الوقت الحالي، خل المستشار تركي آل الشيخ تكون عنده نفس الاجواء بالكويت ينتج؟ لا مستحيل، لا نفس الشيء، لا بس انا اقول لك بارك لما بارك الرجل اشتغل بارك انت رياضي، لا ما عندك، لا ما عندك، عنده ظهر مستند عليه، ايه؟ ولما يقول قرار او يصدر قرار ما حد يوقف قرار، ايه؟ انت هني طلع قرار ثاني يوم راح يتسلم، لا تقول عندي، شلون لا تقول عندي خلاص اسكت قول صح ما عندي، لا انا ما عندي دعم، ما عندي احد، ما اسمع تكسرون المجاديف ونعم فيهم، عندك رجال بس ما عندك عمل، لا لا في عمل، لا في عمل، لا بارك انت عاجبك الوضع، لا انت عاجبك الحين الوضع، لا مو عاجبني، مو عاجبني.